السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم متابعينا؟ النهاردة لو انت عندك باب قديم كان متشطب لك ايه، او باب جديد وخد بطانة من اي نوع وكان نفسك انك تسبغه او تشطبه استر او بليستر، ما تقلقش، احنا جبنا لك طريقة شغل تشبيحة جميلة جدا قريبة جدا من الاستر او الخشمونيوم، ان شاء الله تعجبك جدا. بس شوف الفيديو للاخر وما تنسناش باللايك الجميل والاشتراك في القناة، واسيبكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة احنا بعد ما بطلنا الباب بطانة نصف لامع، يعني جبنا بوية مط وبوية لكيه وحطناهم على بعض بنسب متساوية وبطلنا الباب، بعد كده جبنا الجليز او الاسبونش ولوناه بألوانات لكيه او ببوية لكيه غامقة، او ممكن تلونه بسكبات اللي هي التلوينات الصغيرة اللي موجودة قدام حضراتكم دي. بعد كده بتجيب نفض معدني يكون نفض كويس وبتخفه، بتخف الجليز بس بتخليه يشحم شوية، ما بتخفهوش قوي. بعد كده بتبدأ تفرد على الباب زي ما حضراتكم شايفين، بتبدأ تفرد على الباب، تفرد على القاسي، ما بترميش قوي يعني، بتفرد على القاسي لان كل ده انت هتمسحه كله تاني دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين بنفرد الباب كله الاول، طبعا البطانة لازم تبقى نصف لامع، وبتفرد الباب كله زي ما انت شايف كده، بس بتفرد على القاسي. طبعا انت ممكن تلون الجليز ده بالوان زيتية اللي هي ايه اللاكيه، يعني الجليز ده مثلا ملونه بني، ممكن انت تلونه مثلا بتجيب شويه لكيه عسلي او لكيه بني وعلى شويه لكيه سوي بتلونه عادي لو مش موجود اسكيبات او عايز توفر الاسكيبات. مش موجود لكهات ممكن تلون بسكيبات اللي هي الالوانات العاديه. بعد كده بتجيب قماشه وبتجيب سلكه مواعين زي اللي قدام حضراتكم في الصوره دي، وبعد كده بتبدأ تمشط في الباب زي ما انتم شايفين كده بالظبط، بتمشي ايديك على الخفيف كده وتبدأ تمشط في الباب، والقماشة في ايدك تمشط وتمسح السلك، تمشط وتمسح السلكة في القماشة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بنمسك الباب كله بقى الاول ايه، بنمشطه كله الاول كده زي ما انتم شايفين، بنمشطه مرة واثنين وثلاثة لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عاوزينه زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا بقى ايه بتمشط وبتمسح بقى القماشة في ايدك، بتمشط وتمسح على طول. طبعا انا سرعت لكم الفيديو شوية كده برضو عشان ما اطولش عليكم، بس هي فكرة ان في البداية انك بتمسك السلكة اللي قدام حضراتكم دي وبتمشط في الباب زي ما انتم شايفين، تمسك الباب كل وقت وتمشط بقى مرة واثنين وثلاثة، كل ما بتمشط كل ما التأثير بيبان معاك او كل ما تشبيهه الباب بتبان معاك. طبعا واحدة واحدة الباب هيبان قدام حضراتكم دلوقتي وان شاء الله يعجب حضراتكم جدا ان شاء الله. بعد كده بتجيب بقى سلكة برضه نفس السلكة، بس دي سلكة انا جايبها ناعمة شوية، وبمشط تاني. يعني بص انت بتفضل تمشط في الباب مرة واثنين وثلاثة. خلينا متفقين يا جماعة ان اي ديكور او اي تشطيب او اي حاجة عامة بتيجي تعملها في الشغل عشان تطلع حلوة لازم تصبر عليها، ولازم يكون عندك صبر وانت بتعمل الحاجة عشان في النهاية تطلع حلوة او يطلع الاداء اللي انت عملته كويس بعد ما تعبت فيه، تطلع النتيجة كويسة ومحترمة. طبعا انا بعيد مرة واثنين وثلاثة، المهم ان انا اوصل في الاخر لاداء محترم، وكل واحد ليه طريقة وكل واحد ليه اسلوب في شغله. بس انا الاول يعني انا مبدأي الاول والاخير ان الشغل يطلع حلو. اتأخرت بقى في شوية ما عنديش مشكلة. طبعا انا بفرغ بقى الحتة اللي في النص دي، طبعا دي تريكات بقى بسيطة كده بتعملها وانت شغال بقى، دي طبعا تريكات بسيطة بقى ايه، تمسح جزء قوي، تمسح جزء خفيف، تمسح جزء قوي، يعني دي بترجع لك انت بقى، انت وذوقك بقى، دي بتبقى اذواق وفنيات كده انت اللي بتعملها بايدك بقى، مش مستاهل ان حد يقول لك عليها. بس طبعا انا مسحت زي ما انتم شايفين كده ايه، بمسح ايه، جات لي فكرة ان انا امسح بس الجزء الداخلي ده كده، الباب ظهر اكتر وشياكته بانت اكتر وعجب العميل اكتر، وما شاء الله جميل جدا وان شاء الله برضو ايه يعجب حضراتكم. طبعا انت بتفضل بقى شغال بقى على النمط اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم ده،
بتمشط مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما الباب او لحد ما انت تشوف بعينك التأثير او التشبيهة ظهرت في الباب. بعد كده بقى ايه عجب يعني طول ما بص نصيحة مننا، لما تيجي تعمل اي ديكور او اي شغل عامة ما تسيبش الحاجة الا وانت من جواك مقتنع ان هي كويسة جدا، ان هي كويسة ومحترمة وان انت عملت اللي عليك، عشان يبقى انت كده بينك وبين نفسك راجل مجتهد وبتراعي ضميرك بمرض الله وبتجتهد في عملك، وفي الاول وفي الاخر هتطلع الحاجة كويسة مش هتسيبها الا لما تبقى كويس. طبعا قدام حضراتكم كده ايه برضه انا شغال بمشط مرة واثنين وثلاثة واربعة زي ما حضراتكم شايفين، بعيد مرة واثنين وثلاثة. كل ما بتعيد يعني انت التشبيهة دي بالذات كل ما بتعيد عليها كل ما التأثير بيبان اكتر، كل ما التشبيهة بتبان اكتر وبتبقى واقعية اكتر. يعني كل ما بتعيد عليها كل ما التأثير بيبان اكتر وبتبقى التشبيهة جميلة جدا وبتظهر اكتر وبتبقى واقعية اكتر. طبعا كده خلاص انا شبه بقى ايه خلاص بدات اخلص الباب كده، الحاجات اللي فاضله بقى كلها ايه تريكات بقى ايه تقاطيع بسيطه كده او تشيكات بسيطه زي ما انتم شايفين. برضو كل ده بيظهر الجمال بتاع الباب. وطبعا لازم ايدك برضو تبقى موزونه، لازم ايدك تبقى ميه واحده، لازم ايدك برضو ما تلعبش وانت شغال، تبقى ايدك حساسه كده وتبقى عارف انت بتعمل ايه. طبعا كده بقى شبه خلاص يعني شبه ايه خلاص بدأنا نخلص الباب. أتمنى إن هو يعجب حضراتكم، أتمنى يكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم بتنول إعجابكم، أتمنى إن أنتم تقدروا تستفادوا مني في حاجة. أي تعليقات أي أسئلة أي انتقادات اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. وأتمنى إن أنتم دايما تكونوا بخير، أتمنى إن أنتم تدعموني بإعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفضلوا في ظهري ومتابعيني عشان ينزل لكم كل ما هو جديد. اي طلبات اي استفسارات اي حاجة عايزينها اكتبوا لي في التعليقات وانا هنزل لكم كل اللي انتم عاوزينه وهرد عليكم ان شاء الله. وشكرا لكم يا احلى ناس واحلى متابعين واحلى جمهور، واسف على الاطالة، واسيبكم مع اخر شوية في الفيديو، مش هطول عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.